الفيديو ان شاء الله هنتكلم فيه بقى عن الميتاسبلويت. ببساطة الميتاسبلويت هي زي ما ان ماب كده اكتر تول او اكتر تول او اشهر تول، يعني قصدي انت بتستخدمها في عملية الاسكانينج، فالميتاسبلويت هي اكتر واشهر تول انت بتستخدمها في عملية الاكسبلويتيشن، فعشان كده الميتاسبلويت لازم تكون عارفها كويس جدا. هندي فكرة كده عن الميتاسبلويت في البداية، دول شوية اوامر كده عشان تشغل الميتاسبلويت، تعال نجربهم. ببساطه الميتاسبلويت شغاله بداتابيز، الداتابيز دي اسمها بوست جريس كيو ال، فانت ببساطه لازم تشغل السيرفيس دي. فببساطه هتكتب سيرفيس بوست جريس كيو ال ستارت، وتاب عموما تاب لما بتدوسها بتكمل الكلمه لو انت مش عارفها. دي اول مرحله ان انت بتشغل السيرفيس بتاعت بوست جريس كيو ال. ممكن تروح جاي كاتب بقى امر شبه ده اللي هو ابديت داش ار سي دوت دي بوست جريس كيل انيبل، عشان انت كل مره هتحتاج تشغل الميتاسبلويت كل مره لما الجهاز يتقفل ويتفتح وتقص تشغل الميتاسبلويت المفروض ترن الامر ده قبليها. فلو انت اوكي كل مره تكتبه بايدك مفيش مشكله، لو انت عايز مره واحده وخلاص فانت ممكن تراجع كتب الامر ده. الامر ده باي ديفولت كل لما الجهاز يتفتح، سوري، كل ما الجهاز يتقفل ويتفتح هتروح جايه باي ديفولت مشغله لك السيرفيس دي. فدي كده معناها بتقول له دايما شغل لي بوست جري اس كيو ال اول ما الجهاز يتعمل له عمليه الريبوتينج، فتكتبه مره واحده وما تحتاجش تشغلها بعد كده. اوكي، وفي الاخر تكتب ام اس اف دي بي انت دي بي انشالايز الداتا بيز بتاعت الميتاسبلويت، ام اس اف دي بي انت المنظر ده. اوكي، انا بالنسبه لي عشان انا اوريدي عملتها قبل كده فجابت لي الاوتبوت ده، انما انت هتعمل تلاقي بتكتب معاك شويه اوامر كده دقيقه بالظبط وهتلاقيها اشتغلت معاك. اوكي، دي جاست بتتكتب مره واحده، يعني مش كل مره لما تيجي ترن الميتاسبلويت بتكتب الامر، لا، الامر ده بيتكتب دلوقتي مره واحده. لو انت بتكتبه معايا في الفيديو كتبته خلاص الى ما لا نهايه، مش هتكتبه تاني الا لو الجهاز اتفرمت ونزلت نظام من اول وجديد. انما حوار ان انت تقوم السيرفيس ده كل مره تشغل الميتاسبلويت لازم تكتبه. اوكي، فببساطه لو انت رنيت الامرين دول خلاص انت بترنهم مره واحده في حياتك وخلاص. دي كده اول حاجه ازاي تشغل الميتاسبلويت. اوكي، ازاي تقوم بس الحاجه اللي الميتاسبلويت بتعتمد عليهم. ببساطه عشان تشغل الميتاسبلويت تكتب ام اس اف كونسول وتدوس انتر، هتاخد معاك ثواني كده ميبي دقيقه وهتشتغل معاك على طول الميتاسبلويت. على العموم لما تفتح الميتاز بلويد هتلاقي الميتاز بلويد جواها كام دول، 7 حاجات، حاجه اسمها اوكسلوري وحاجه اسمها اكسبلويت وحاجه اسمها بيلود وحاجه اسمها انكودر وحاجه اسمها بوست وحاجه اسمها نوب وحاجه اسمها ايفيجن. اوكي، كل واحده من دول ليها غرض معين. طيب ايه الاكسلوري؟ كل واحده من دول كانها كاتيجوري او كانها سيكشن جوه الميتاز بلويد. الاكسلوري دي بيبقى موجود فيها بعض السكريبتات، السكريبتات دي بتستخدمها في حاجه شبه اول تو سيكشن اتكلمنا عليهم في البين تيست اللي هي الريكون والسكاننج. في بعض الحاجات ممكن تجمع بيها معلومات، تجمع بيها تعمل انيميريشن بقى وتجمع بيها شويه معلومات عن التارجت اللي قدام. ممكن بعض السكريبتات تعمل بيها سكاننج تشوف ايه البورتات اللي مفتوحه. في سكريبتات تانية ممكن مثلا تتشك مثلا فولنربيلتي معينه، حاجه شبه كده. فالاكزولوريز دي بيبقى موجود فيها، يعني مثلا ممكن تلاقي ميتاسبلويت فيها اكزولوري يعمل اللي هو الدي ان اس كاش سنوبينج وغيره من الحاجات اللي ممكن تتعمل. فالاكزولوري بيبقى موجود فيها بعض السكريبتات جنرال بقى بتعمل حاجات انيميريشن وسكاننج وانفورميشن جاذرينج وحاجات شبه كده. الاكسبلويت ده المين تارجت بتاعنا، دي الاكسبلويت الرئيسيه بقى بتاعتك اللي بتكسبلويت الفولنربيلتي اللي موجوده في السيستم اللي قدامك وبتديليفر حاجه اسمها البيلود. يبقى الاكسبلويت دي هي بقى ايه الكود الاصلي اللي احنا بنستخدمه. اوكي، عشان ايه نستغل الثغره اللي موجوده. البيلود، البيلود دي الكود الفعلي اللي بيتنفذ على الفيكتيم او التارجت بتاعك. طيب ايه الفرق ما بين الاكسبلويت والبيلود؟ هقول لك ببساطه كده مثال. لو افترضنا ان حد راح مثلا يفجر مكان، جاست على سبيل المثال. اوكي، فالعمليه دي بتتم ازاي؟ ان بيجيبوا شخص والشخص ده يكون ماسك قنبله، الشخص ده يوصل لحد المكان اللي عايز يفجره. اوكي، ويروح جاي حاطط القنبله في المكان ده وبعد كده واخد بعضه وماشي. حلو جدا، نفس المثال ده طبقه عندك. الشخص هنا هو الاكسبلويت، اوكي، والقنبله هنا هي البيلود.
فالاكسبلويت هي الشخص اللي بيشيل القنبلة اللي هي البيلود وبيوصلها لحد الفيكتيم، المكان المراد تفجيره. فالاكسبلويت تروح جاية حاطة البيلود عند الفيكتيم، والبيلود دي تروح جايه محصل لها اكسكيوشن او تشتغل عند الفيكتيم، فبالتالي جهازه يخترق. فالاكسبلويت ببساطه هي وسيله لتوصيل البيلود لحد جهاز الفيكتيم. اوكي، يعني لو لقينا ان جهاز الفيكتيم ده مصاب بثغره ما، فبنروح احنا جايين مرنين اكسبلويت معينه. اوكي، لو خدت معانا في الكورس اللي ان شاء الله هيبقى قدام شويه اللي هو الاكسبلويت ديفلوبمنت، هتفهم الموضوع ده بالتفصيل ان شاء الله. بس بشكل مبسط الاكسبلويت هي المسؤوله عن توصيل البيلود للفيكتيم. انا دلوقتي لو لقيت فولنربيلتي معينه في الفيكتيم، فبروح جاي مرن اكسبلويت مان. الاكسبلويت دي بتستغل الفولنربيلتي اللي موجوده عند الفيكتيم عشان تحط جوه البيلود، والبيلود دي تروح جايه مترن او معمول لها اكسكيوشن في الجهاز بتاع الفيكتيم، وبالتالي تتم عمليه الاختراق للجهاز بتاع الفيكتيم. دي كده ببساطه البيلود والاكسبلويت. الانكودرز ببساطه ان هو بيحول البيلود اللي هي القنبله بالنسبه لنا من شكل لاخر. ممكن واحد يروح جاي حاطط لك القنبله دي على شكل هديه، على شكل بوكي ورد، على شكل ساعة، ايا كان المثال. فالانكودر هو دي نفس الفكرة، فكرته ان هو يحول البيلود من شكل لاخر بحيث ان هي تكون صعب الاكتشاف او صعبة الاكتشاف. البوست ده سيكشن بيكون جواه بعض السكريبتات اللي انت بتستخدمهم في عملية البوست اكسبلويتيشن، ودي اللي هنتكلم عنها السكشن الجاي ان شاء الله. النوبس، في حاجة نوب معناها دو ناثينج، او نوب دي اختصار لكلمة نو بعد كده اوبريشن. نو اوبريشن يعني لا عمليه او مفيش عمليه. فالنوبس دي معناها دو ناثينج، ما تعملش حاجه. فالنوبس ده سيكشن تقدر تستخدمه في ان انت تاد نوبس بايت. دي حاجه برضو بتستخدمها في الاكسبلويت ديفلوبمنت، مش هتحتاجها خالص دلوقتي. حته الايفيجن دي بعض السكريبتات اللي ممكن برضو تخليك تهرب من الانتي فيروس. فالانكودينج دي بتحول البيلود من شكل لاخر، انما الايفيشن دي جاست متخصصه في حته ان هي تحاول تخلي الماليشيوس فايل اللي انت عملته ده اللي هو الفيروس او ايا كان اسمه ما يبقاش يقدر يتمسك بالانتي فايروس. بصفه عامه ايه اللي احنا بنستخدمه قوي في الميتاس بلويت؟ حته الاكزولري الاكسبلويت البيلود، وممكن البوست اكسبلويتيشن، انما حته الانكودرز والنوبس والايفيجن مش قد كده قوي في الاستخدام. دي كده ببساطه كانت الميتاس بلويت. باشمهندس هنا مهنك، انا بيظهر لي حاجات غريبه معاكم مش عارف في ايه، نجرب مره ثانيه. مش عارف والله، يمكن يبقى الريكوردنج ده هو اللي بيعمل اللود على الجهاز. اي دونت نو، مش عارف. نفتح ترمينال تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو اوكي، الى ان ترن. ما انا عايز اوريكم الاوامر اللي عليها. طيب اختصارا للوقت انا هوقف. طيب زي ما قلت لكم برضو كان في مشكلة لودينج كده في الجهاز، بس الحمد لله اتحلت. المهم دي هي الميتاس بلويت. انا بقول لك كده، وانس ان انت بتكتب ام اس اف كونسول، فبتفتح لك المنظر اللي قدامك ده، بيدي لك زي ما قلت لك السبع سيكشنز اللي انا قلتهم لك، الاكسبلويتس والعدد اللي فيها قد ايه، والاكزولاري والعدد اللي فيها قد ايه، والبوست والعدد اللي فيها قد ايه، والبيلودز والانكودر والنوبس والايفيجن. هتلاقي برضو اكتر حاجات مستخدمه هم الاربع حاجات اللي انا قلت لك عليهم دول، وهم الاكثر عددا في الميتاس بلويت. تمام، ده كده ببساطة كان نبذة بسيطة عن الميتاس بلويت. نبدأ نشوف بقى الأوامر بتاعتها. لو حطينا دي كده على جنب وعملنا كنترول ال فبتنضف الصفحة. اوكي، أول حاجة أنت ممكن تعملها دايما مع أي تول، أنت بتكتب هيلب. هيلب بيطلع لك الهيلب بتاع الميتاس بلويت، يقول لك بقى إيه الأوامر اللي ممكن تكتبها جواها، الموديولز، انفورميشن عامة جدا،
ممكن تفيدك طبعا، بس انا هختصر عليك واقول لك المهم. اول حاجه عندك امر اسمه شو، ده وظيفته ان هو يعرض لك الحاجه اللي موجوده جوه الميت اسبلويت. فانت بتقول له شو، لو دوست دبل تاب هيقول لك ايه الشو اللي موجوده عندك. ممكن تقول له شو وقول يوري لك كل الموديولز اللي موجوده جوه الميت اسبلويت. تقول له شو انكودرز، شو نوبس، شو بيلود، شو بوست، شو اكزوري، شو اكسبلويت، شو ايه اللي انت عايزه. اكتر حاجه انت ممكن تحتاج تقول له مثلا شو اكسبلويتس، هياخد وقت لحد ما يعرض لك ال 1800 حاجه و30 تقريبا اكسبلويت اللي موجوده جوه الميت اسبلويت. ممكن تقول له شو موديولز، شو بيلودز، شو اكزوري. فشو بتقول له وريني الحاجه اللي انت بقى عايز تعرفها، هنا هيجيب لي كل الاكسبلويتس اللي موجوده جوه الميت اسبلويت. ممكن تقول له شو بيلودز، يجيب لك كل البيلودز اللي موجوده جوه الميت اسبلويت، وهكذا. هيدي كل الاكسبلويتس اللي موجوده جوه الميت اسبلويت، عددهم ضخم جدا طبعا. ممكن تقول له شو بيلودز، يعرض لك كل البيلودز وهكذا. فشو غرضها ان انت توريك ايه الحاجات اللي موجوده جوه الميت اسبلويت، او ايه الموديولز اللي موجوده جوه الميت اسبلويت. الميت اسبلويت جواها برضو في خاصيه السيرش، يعني انت لو معاك برنامج فيرجن معينه ممكن تسيرش من خلال جوجل، وانا بفضل طبعا جوجل. ممكن تسيرش من خلال اكسبلويت دي بي الموقع، ممكن تسيرش من خلال التول اللي اسمها سيرش اسبلويت، ممكن تسيرش من خلال الميتا اسبلويت ذات نفسها ببساطه برضو بان انت تكتب سيرش. واعتقد لو دوست انتر بس هيجيب لك الهيلب بتاع سيرش وازاي تقدر تستخدمها. ببساطه برضو كل عليك تكتب سيرش وتكتب الحاجه اللي انت عايز تدور عليها وراها. اقول له مثلا في اس اف تي بي دي، ببساطة راح قال لي اه فعلا انا ما فاكر الاكسبلويت اللي احنا دورنا عليها، مش عارف مفتوح ولا مش مفتوح، وقال لك اه دي اوريدي موجودة، وكتب لك ما بين قوسين ان هي موجودة جوه الميت اسبلويت، هي اوريدي هي موجودة هنا بس. فسيرش ممكن من خلالها برضو تسيرش كده، او كمان تكتب حاجة تانية تقول له مثلا 2 3 4 اوكي، فبيجيب لك حاجات اكتر. المهم يعني دي فكرة السيرش في الميت اسبلويت. جاست اكتب بس اسم البرنامج اوكي. وهنا ميت اسبلويت بتسيرش عكس سيرش اسبلويت، يعني انت لو كتبت كده او كتبت كده كده معناها مش هات لي الحاجه اللي فيها في اس اف تي بي دي والاس ام بي، الاثنين يكونوا موجودين في نفس السطر، لا كده بتقول له هات لي اي حاجه يا فيها الكلمه دي يا فيها الكلمه دي. فهتلاقيه جاب لك في اس اف تي بي وجاب لك كل الحاجات برضو اللي فيها ايه اس ام بي، انزل دور هتلاقي اس ام بي موجوده اوكي، ومفيش في اس اف تي بي. فده الفرق ما بين ميت اسبلويت وسيرش اسبلويت. ميت اسبلويت بتقول له هات لي الحاجه اللي فيها الكلمه دي يا اما الكلمه دي، انما سيرش اسبلويت بتقول له هات لي الحاجه اللي فيها الكلمتين دول مع بعض. بس سيرش برضو انت لو عملتها من الحاجات برضو اللي ممكن تستخدمها حته التايب، تقول له الحاجه دي هتهالي فين بالظبط. ممكن تقول له دور لي على الكلمه دي في الاكسبلويت بس، في السكشن بتاع الاكسبلويت بس، او في السكشن بتاع البي لود بس، او في السكشن بتاع الاكزولري بس، وهكذا. يعني مثلا ممكن اقول له سيرش على في اس اف تي بي دي في التايب، التايب بتاعي يعني هات لي الحاجه دي مثلا جوه بي لودز، هل في اي بي لود اسمها كده؟ هيقول لك ما يطلعلكش حاجه عشان الكلمه دي مش موجوده في ولا حاجه جوه السكشن بتاع البيلود. ممكن تراجع يقول له طب دور لي عليها في الاكسبلويت، اه قال لك فعلا الكلمه دي اهي موجوده في السكشن بتاع الاكسبلويت، وهكذا. حته التايب دي برضو ساعات بتنفع. المهم انت دورت مثلا حاجه بالمنظر ده وطلع لك موديول، تعمل ايه؟ في عندك امر بقى اسمه يوز، يوز، وبعد كده بتروح جاي عامل ايه؟ كاتب الموديول، كنترول شيفت سي بتاخده كوبي، وكنترول شيفت في بتاخده بيست، يوز، وتكتب ورا اسم الموديول وتدوس انتر. انت كده دخلت جوه الموديول. من الحاجات التانية اللي ممكن تعملها تقول له شو اوبشنز، او تقول له شو انفو. انا بفضل شو انفو. شو انفو بتدي لك معلومات وبتقول لك الاوبشنز. فلو نزلنا كده على الانفو ودخلنا على الديسكريبشن، اقول له this module exploit a malicious backdoor that was added to the FTP داونلود اركايف. المهم بيدي لك شويه معلومات. كان عندهم برنامج اسمه في اس اف تي بي في سنه 2011، حد قدر يخترق الموقع اللي كان عليه البرنامج ده ويشيل البرنامج ده ويحط بداله نسخه تانية. النسخه التانية دي بتحتوي على باك دور، فاي حد كان بينزل البرنامج دي في الفتره تقريبا اعتقد من 30 جون
لحد جولاي، لحد 1 جولاي، الناس اللي نزلت البرنامج في الفترة دي نزلت البرنامج وهو كان جواه باك دور. الباك دور ده بيتفتح على سيرفيس معينة، واي حد يكونكت على السيرفيس دي بيقدر ياخد ريموت اكسس على الجهاز. دي ببساطة يعني التفاصيل الهيستوري بتاعت الفولنربيليتي دي. دي كده الانفو. وبعد كده دي الاوبشنز، يقول لك مثلا انت لازم تكتب لي البورت الريموت. ار دي اختصار لكلمه ريموت، ودي بورت، فار بورت معناها الريموت بورت، وار هوست معناها الريموت هوست. فيقول لك البورت 21 وهنا قدامه فاضي، انت لازم تكتب لي الهوست بتاعك. تكتب ازاي؟ عن طريق انت تقول له سيت، انا هحط ايه الريموت هوست، فاقول له سيت الريموت هوستس مثلا الاي بي التارجت بتاع الجهاز بتاعنا اللي هو 4320. تقول له تاني مثلا شو انفو، هتلاقي اوريدي ان الاي بي اللي احنا كتبناه اتضاف جواه كده، البيانات كلها بقت جاهزه. هنا ريكوايرد معناه بيقول لك يس، يعني الاثنين دول لازم تكتبه. خلصت، راجع كاتب كلمه اكسبلويت، قدر فعلا يخترق الجهاز. ولو انت كتبت مثلا ايه، خلاص بص قال لك ايه، عمل الحاجه بتاعته وقال لك فاوند شيل وقال لك ايه سيشن 1 اوبن، خلاص كده سيشن 1 اوبن، كده دخلت جوه الجهاز. لو كتبت مثلا هو ام اي، هقول لك بقى ان انت روت، طب يو نيم داش، سوري يو نيم داش ايه، هيقول لك بقى ان انت موجود جوه الميت اسبلويتابل. تقول له مثلا بي دبليو دي، يقول لك انت موجود في المسار الفلاني. تقول له ال اس، يعرض لك الحاجه، وان سو اون. تقول له مثلا اف كونفيج، يعرض لك الاي بي بتاع الجهاز بتاعها. في الاخر تقول له اكزيت، فتطلع من الشيل ده. اوكي، انا مش بوريك دلوقتي ازاي تخترق، انا جاست بوريك ازاي تستخدم الاوامر بتاعه الميت اسبلويت. اوكي سوري، ما اعمل لها كوبي. ازاي تستخدم الاوامر بتاعه الميت اسبلويت من خلال الميت اسبلويت. بس ده كده ببساطه كان السكشن ده. السكشن الجاي هنتكلم فيه عن البايند شيل والريفرس شيل. افضل انه يكون فيديو لوحده عشان محتاج تركيز شويه. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.